الكريم ديال اليوم فهو مفخرة ليا وشرف ليا. إذا كان التكريم ديال اليوم فهو تكريم ديال العمل التقني ديال فريق الفتح، ماشي جمال السلامي هو شخص، ولكن الفريق فهو فريق مكون من سي حسن لوداري، سي بن عيسى، سي عبد الصادق حفيظ، سي كريم إدريسي. عمل اللي تيكملوا عمل ديال الطاقم الطبي، العمل الاداري، ثم الرئيس ديال النادي، المسؤولين ديال النادي. الى غنتوجوا اليوم فلان عندنا لاعبين وفريق في المستوى اللي قدموا موسم مميز، ممكن يكون المدرب عنده معرفه، عنده درايه، عنده طريقة عمل، ولكن الممثلين الحقيقيين والمبلورين ديال هذا الشيء كله فهم اللاعبين في أرضية الملعب. تنشكر اللاعبين، تنهنيهم كمرحلة أولى على البطولة، كمرحلة ثانية مستقبلا إن شاء الله نمشيو نفوزوا بالكأس، لأنه طموح ديالنا وداخل في الأهداف ديالنا إن شاء الله، باش ننهيو موسم مميز إن شاء الله بلقب اللي نستحق ان شاء الله انه يكون في الخزينه ديال النادي ويكون في الاسم ديال هذه المجموعات. احنا قانعين بالجمهور اللي تيجي، نتمنوا يكثر طبيعه الحال. اي منافسه ديال كره القدم فهي الطعم ديالها هو تواجد الجمهور. احنا ما تنفتقروا لهذا الجانب هذا. الجمعيات والناس المسؤولين على الجمهور عارفين هذه المعضله، تيحاولوا حتى هما يشتغلوا من الناحيه ديالهم على الحل ديالها. نتمنى انها تحل مستقبلا ان شاء الله. يمكن فتح الحكمه الجيده، نبغيو كلمه القلب ديالك. بالنسبه ليا كما قلت نهار رجعت للنادي، فكاين كاين احترام، كاين تقدير بيني وبين المسؤولين ديال النادي، وهذا هو سر النجاح ديالنا. ان شاء الله باش كاين طموح حتى تتوجب اللقب. حنا بحال جميع الانديه يلاه انتهى الموسم الرياضي، كاين توقف ديال البطوله مده جوج الاسابيع، كاين العيد غدا ان شاء الله، مبروك علينا وعليكم. عطينا اللاعبين فتره ديال الاستراحه باش يقضيو هذا العيد مع العائلات ديالهم، ثم غنبداو التدريب ان شاء الله يوم الاحد استعدادا للنصف النهائي ديال كاس العرش، اللي عندنا طموح ان شاء الله اننا نمشيو نتوجوا بهذا اللقب حتى هو ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.